الو. هل وسائل الإعلام في تونس بالحق هي إعلام عار؟ حبينا ناخذ رأي الإعلامي المتميز سفيان بن حميدة. أهلا وسهلا بك سفيان بن حميدة، هل ترى أن وسائل الإعلام هي إعلام عار في تونس؟ أهلا وسهلا وبمستمعي راديو إيافة. أنا والله ما فهمتش منين جابوها إعلام العار، هذوما الناس تصطاد في المياه العكية، لكن كل واحد تاريخه يحكي عليه. وظاهر لي لكلكم شفتوا في الحوار الاخراني كيف سألتي الباجي وقداش من مرة أحرجته بأسألتي الثورية. شنو ما نوع الأسئلة الثورية اللي أحرج بهم سي الباجي رئيس الجمهورية مثلا؟ أسئلة متاعي محرجة برشا، وتتذكر يا راف كيفاش سألته وقلت له يا سي الباجي علاش الناس الكل تحبك؟ وشكون ينجم يسأل سؤال كيما هذا لرئيس الجمهورية؟ بخلاف هذا زدت برشا أسئلة مربكة، وأنا نأكد لك اللي هو متغشش مني، خاطر سألته السؤال اللي توانسة الكل يحبوا يسألوه له، وهو ياسي الباجي إشبيك محلاك. يظهر لي أسئلة كيما هذوما يجاوب وحدهم على الناس اللي تقول أحنا إعلام عار، ولكنني نقول في النهاية الكلاب تنبح والقافلة تسير بشوية بشوية. تعرفوني نكره الزرع. تحضر معنا زايدة النائبة بالمجلس التأسيسي سونيا بنت أمية، النائبة السابقة بالمجلس التأسيسي سونيا بنت أمية. أنت من أكثر الناس اللي ذروا من إعلام العار وعندك برشا دي ريكلاماسيون على وسائل الإعلام. والله أني أتألم ولكنني لا أتكلم، أني أكثر واحد عانيت من وحية وما تكلمتش، وتوا جاء الوقت باش نكلم الجروب بيبل تينيزيا شيشرتين الجروب بيبل تينيزيا يعرف اللي أني أكثر واحد ظلمني الإعلام، وبرا قلت نعملوا دار شهداء، وبرا قلت صيغة الدستور هي صيغة العرس، وبرا حكيت على غواتيمالا ولا كوالالمبور. تعرف يا خويا رفيق في جرتهم خرجت من نهضة ومن تأسيسي، رغم اللي أني كفاءة ونحكي 6 لغات إيجو فرنسي بيان بينشير. ما رحمونيش لأنه عندهم أجندات، وحتى من الشيخ راشد نتذكره يقول لي شي همك يا سونيا، وأنا أقول له لا لا ويقول لي إي إي، وأنا أقول له لا لا ويقول لي إي إي. وعلى رأي شاعرة حياة جبنون، إن جاءتك مظلتي من ناقص فاعلم أني زايدة على الأخر. ونكملوا بالشخصية الأخيرة، حابين ناخذ رأي الرياضي والمدرب فوزي البنزرتي في الإعلام، الإعلام التونسي قبل الثورة وبعد الثورة. سي فوزي كيفاش ترى وسائل الإعلام؟ والله ألا كل كائن نيجاتيف اللي فهمت له، ألا 5 أو 10 قنوات ألا نيجاتيف اللي فهمت له، من قبل الثورة وبعد الثورة اللي فهمت له، إعلام عار 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 على الأخر اللي فهمت له. اللي تقول يزي هكا هو اللي فهمت له، والله اللي فهمت له أكثر واحد اللي فهمت له تضررت منه هو اللي فهمت له، ونحب نقول اللي فهمت له كابو لحية اللي فهمت له. والله العامل لي محاصرة فردية 3 سنين اللي فهمت له يا أخوي، عف عليا اللي فهمت له، يقعد يعف عليا تيموش فتحي المولد اللي فهمت له، فتحي مالديني اللي فهمت له في المركز، يقعد يعف عليا اللي فهمت له. والله أنا كل كي نيجاتيف، والله كان لعبت 4 سنين ينقدوني، كان لعبت 3 ينقدوني ويقولوا لي متهور وتلعب بالنار، كان لعبت 10 ينقدوني ويقولوا لي اللي أني خواف. والله لفهمت الله كما لعبت الجملة ينقدوني زادة، وحتى كما ما يرينيش يقول لي لفهمت الله شبيك سيبك شعرك يا ولدي، عفا لي يا فتحي لفهمت الله، يا ولدي عفا لي يا سي فتحي يهديك لفهمت الله. والله لكرهت الكورة، والله اختانا يا راف، والله اختانا يا راف، والله ما عايش نجم نحكي لفهمت الله يا ولدي، خليني نهاري صايم لفهمت الله، ما كانش باللازم نشق فجر عليكم لفهمت الله.